أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما كتاب مرقوم يشهده المقربون على الأرائك ينظرون تعرف في كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب
عين
صلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إلهي يا عليم يا علام يا من لا يغيب عن سمعك كلام ولا عن بصرك إنس ولا جان ولا عن قبضتك جبروت ولا شيطان أن تحفظ مصر وأهلها من اللئام وأن تولي قدرها وشأنها بين الأنام وأن تكلأها بعنايتك ورعايتك على الدوام بحولك وقوتك يا من لا يغفل ولا ينام. اللهم اجعل لمصر ولأهلها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل داء دواء
ومن كل مرض شفاء، واجعل لنا مع العسر يسرا، وما ذلك عليك بعزيز يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انزل على بلادنا الرحمات والبركات، واطعم اهلها من كل الثمرات بحولك وقوتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالإحسان، واختم لنا بالقرآن، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم بارك في من جمعنا وقام على ليلتنا وأعد لها وجهز لها، بارك له في ماله وصحته وأولاده يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا هذه الليلة عاما بعد عام، ومرة بعد مرة، وقد حفظتنا من كل مكروه وسوء، وقد حققت آمالنا ورفعت درجاتنا ووحدت صفوفنا ورفعت رايتنا وحققت غايتنا وأهلكت عدونا وأكرمتنا بشفاعة نبينا. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا منك بقاتمة السعادة أجمعين بحولك وقوتك يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.